اسمه كريم؟ احبه محمد. محمد انت كنت في الدوره هذه؟ ايه. ايش استفدت محمد؟ استفدت اخذ اسوي اول كنت بارجف دحين دحين خلاص ما الحمد لله ما ارجف ما ترجف. ايوه كنت اول عندك فاقد التوازن يعني. ايوه دحين ما في. خلال كم استفدت من الدوره هذه؟ 10 ايام كانت هي الدوره؟ لا ما ايام خلال يومين يومين بس. استفيد من الدورة دي ما نستفيد. تمام. أخوك اسمه هذا إيش؟ سعود. ها؟ سعود. اسمه سعيد؟ سعود. سعود ما شاء الله. أخبارك سعود؟ طيب إن شاء الله. أيوه. مبسوط؟ ما كنت في الدورة معاهم أنت سعود؟ نعم. إيه ما شاء الله وفقك. طيب إيش اللي عندك المشكلة أنت؟ إيش مشكلتك بالضبط؟ إيش يعني؟ إيش الإعاقة؟ إعاقة حركية. إعاقة حركية. إيه. كم لها سنة معك؟ ما ده خمستعش. خمستعش سنة. إيه. وإيش سببها؟ لا 14. 14 سنة؟ إيه. أنت عمرك كامل ما شاء الله. أنا عندي سبعة وعشرين. 27. وإيش سبب كانت الإعاقة؟ وش سببها كانت؟ لا ما من ربنا كذا؟ ايوه ما في سبب. ما في سبب يعني؟ ايوه كذا مرض يعني هي؟ ايوه. طيب واخوك وش عنده الحين؟ اخوك هو ايوه تواجد اخذ التوازن مرضى. ايوه. الله يكتب لكم ان شاء الله التوفيق والشفاء ان شاء الله عاجل باذن الله ان شاء الله. امين. وتكون ان شاء الله احسن باذن الله. ان شاء الله انت بس في يومين حقك ما شاء الله شيء طيب. ان شاء الله تستمر في الدوره هذه تكون ان شاء الله احسن مشاكل ان شاء الله. تبي تقول كلمه اخيره شيء؟ ادخل في الدورة هذه ان شاء الله راح تستفيد في الدورة هذه. مبروك على شهادة التقدير هذه. محمد منصور عثمان ما شاء الله ما شاء الله. الف مبروك ان شاء الله. الف مبروك ان شاء الله. شكرا محمد.